فاحص هي بتطلع، واحنا ما نعرفش، لقينا عظم طالع وخدوه وحطوه في حته كده، حته قماشه بيضه وفحتين، وطلعوا جثث. فحطوا في جوه في قلب الشقه اللي هي اول دور. قتل مراته ودفنها في الفريزر، وعاش مع جثه الضحايا اللي موتهم لمده 5 سنين في الشقه. وكل ما كان بيقتل واحد كان بعدها بيعيش حياته عادي جدا، ولا كانه اللي مات ده بني ادم، ورغم ان معظم ضحاياه كانوا ناس قريبه منه، لكن عمره ما حس بتانيب الضمير، والناس اللي حواليه عمرهم ما شكوا فيه. وبعد 5 سنوات تم اكتشاف جرائمه عن طريق الصدفة، ولغز بسيط كشف كل اللي كان بيعمله. المباحث دخلوا، فتح الباب مفتاحين، وطلعوا جثث. فحطوا في جوه في قلب الشقة اللي هي أول دور. مفاجآت جديدة كشفها جيران سفاح الجيزة الحقيقي من خلال تصريحاتهم لموقع بصراحة. الست دي حكت قصة سفاح الجيزة زي ما حصلت قدامها بالظبط، وقالت إن جريمته تم اكتشافها عن طريق الصدفة لما المباحث جم وفتشوا الشقة اللي كان عايش فيها سفاح الجيزة، وخرجوا منها 5 جثث، واتضح ان هو كان عايش معهم في الشقة لمدة 5 سنين. وبعد ما المباحث خرجت الجثث، الناس اتفاجئوا ان في عظم كتير طالع من الشقة، وما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. وبعد التحقيقات اتضح ان سفاح الجيزة قذافي فراج هو اللي قتل كل الناس دي، وان هو استخدم ذكائه لسنوات في اخفاء جرايمه لدرجة ان مفيش حد شك فيه. في هنا طب في ايه يا جماعه؟ انا مفيش حاجه، يعني مش عايزين نقول لحد على حاجه. في ايه يا جماعه؟ مفيش حاجه. كنتوش تعرفوا بقى؟ ما كناش نعرف، احنا مش عارفين في ايه. طيب وهما كانوا جايبينه معاهم؟ معاه، ايوه، الحكومه جابته فحته في الحته دي ومشي، وجي برضو المره الثانيه معاهم برضو في الشقه اللي في وشها، عملوا نفس التفتيش وطلعوا برضو قصص. قذافي فراج الشهير باسم سفاح الجيزة اشتغل في بداية حياته محامي بسيط، وكان معروف بين الناس بالطيبة وحسن الخلق، وكان عايش مع زوجته وأولاده في بولاق دكرور. ورغم ان دخله كان مناسب، لكن هو كان طماع وعاوز فلوس اكتر بأي طريقة. وفي يوم من الايام صديقه المقيم في السعودية لجأ ليه وطلب منه ان هو يدير ممتلكاته في مصر، وبعت له فلوسه علشان يستثمرها، وهو اقنعه بالفعل ان هو يستثمر الفلوس في مجموعة مختلفة من الأنشطة، لكن للأسف استولى على الفلوس وساب زوجته وأم أطفاله الخمسة، واتجوز واحدة جارته اسمها فاطمة وخلف منها طفل. ولما صاحبه اللي في السعودية جه يقول له إنه جاي القاهرة وطلب منه إعادة الحسابات الخاصة بممتلكاته، ووقتها بدأ قذافي فراج يعمل خطته علشان يتخلص من صديقه للأبد. واصطحبوا المكتبة اشتراها في مكان بعيد، وعزموا على الأكل وحط له سم فيه، وبعد ما خد جثته ودفنها في شقته في بولاق دكرور وحط عليها بلاط، وبعت رسالة لزوجة صديقه مكتوب فيها أنا اتقبض عليا ومش عارف رايح فين. وبالفعل الرسالة نجحت في تشتيت أسرة الضحية، ولما رجع مراته شافت الفلوس اللي معاه وسألته عليها، فاضطر يقول لها كل اللي حصل. وبعد ما حكى لها ندم وقرر يقتلها هي كمان علشان ما تفضحش سره، وبعد ما قتلها حط جثتها في الفريزر، وبعدها دفنها في الشقة هي كمان. وبعد ما قتلها ارتبط ببنت كانت بتشتغل في المكتبة بتاعته، وعدى بالزواج لكن اخلف الوعد واتجوز اختها، وهي لما عرفت قررت تنتقم منه وتفضحه، لكن هو قرر يخلص عليها هي كمان، وخدها شقته في بولاق دكرور وقتلها ودفنها جنب باقي الضحايا. وهنا بدا يحس ان وجوده في القاهره خطر عليه، فراح اسكندريه وارتبط ببنت تانيه ووعدها بالزواج واخد منها فلوس كتير، وبعدها ضحك عليها واخلف وعده، ولما هددته انها تفضحه كان مصيرها زي اللي قبلها، فالمتهم قتلها هي كمان في مخزن مهجور. وبعدها اتجوز واحدة تانية وسرق مجوهراتها وهرب، ولكن تم اكتشاف الجريمة واتقبض عليه. وفي الوقت ده اخوات صديق المهندس رضا اكتشفوا ان اخوهم المفقود محبوس بسبب قضية سرقة، ولما راحوا يزوروه كانت المفاجأة ان في شخص منتحل شخصيته وواخد اسمه، ومن هنا تم اكتشاف كل جرايمه، واتضح ان هو قتل كل الناس دي واخفى جثثهم بنفسه، وتم الحكم عليه بالاعدام.